أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة أخبار اليوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة. ومعنا اليوم الكاتب الصحفي الأستاذ شهاب العلكي، مدير عام تحرير الأخبار المسائي. الآن على أهم العناوين التي تصدر غدا في صحيفة الأخبار المسائي. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا حضرتك. أنتم اليوم لديكم يعني تغطية كاملة، لا سيما منتدى شرم الشيخ يطلق خريطة استثمارية جديدة لتنمية أفريقيا، والسيسي نرحب بالاستثمارات الأفريقية والأجنبية في مصر، النواب ومناء الشرطة يشكلون ائتلافات محظورة، حيث القاهرة تعيد طفلا ليبيا مختطفا لأسرته، والبرلمان يوافق على الأغلبية على استقالة. النهاردة طبعا العدد مليء بمجموعة من الأخبار المتنوعة، أخبار سياسية واجتماعية واقتصادية، ولكن أهم الأخبار هي أخبار اقتصادية. طبعا اختتمت اليوم طبعا القمة الاقتصادية الأفريقية بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وتم طبعا مناقشة تنمية وتطوير أفريقيا. بالإضافة لذلك كانت على هامش هذه القمة كان الرئيس السيسي قد التقى بمجموعة من رجال الأعمال والاستثمار من مصر ومن أفريقيا ومن دول الأجنبية المشاركة. بالإضافة لذلك كان هناك ختام وتوصيات بالتنمية، لأن طبعا أفريقيا تعتبر سلة غذاء العالم، وأن هناك طبعا مشروعات سيتم إقامتها في مصر إن شاء الله. وكانت دعوة السيد الرئيس لرجال الأعمال الأجانب بالمشاركة في إقامة المشروعات على ضفاف قناة السويس الجديدة، وإن شاء الله بإذن الله وما يتم من مشروعات ضخمة ستكون هناك مشروعات قومية بإذن الله إن شاء الله تعود على الشعب المصري بالخير إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل. والله عندنا طبعا إحالة قاتل دربكة طبعا للجنايات، وفتنة أبو جبل تشعل الشرقية. هو الحصل طبعا إن إحنا المشكلة كنا نتمنى إن لا تتكرر هذه يعني القضايا الفردية أو المشاكل الفردية التي يقوم بها بعض القلة من أبناء من رجال الشرطة اللي هم يعني وخاصة اللي هم الأمناء. يعني كنا دائما نقول إن هذه يعني حادث فردي وحادث فردي، ولكن طبعا الشعب المصري يقدر دور رجال الشرطة والشهداء في الشرطة والجيش. ولكن بالنسبة للشرطة كان السيد الرئيس قد التقى يعني طلب أن يتم لقاء بينه وبين السيد وزير الداخلية اللواء مجد عبد الغفار، وطلب منه بصراحة وبوضوح وقال بكلمة واحدة إن نحن نقدر رجال الشرطة والشهداء في رجال الشرطة، ولكن ضد أي عمل يهين أو يهين المواطن المصري. نتورو عندكم حضرتك ألوان آخر، حبس سبعة أعضاء سبع أمناء الشرطة. لا ده أستاذ محمد دولة، لا هو الحصل أني طبعا في بعض الأمناء للأسف الشديد اللي هم ائتلافات، عاملين ائتلاف يعني وهم هدفهم كله زعزعة الأمن والاستقرار في البلد، ولكن فهم الحصل أن هم سبع دولة تمكن الأمن الوطني من القبض عليهم قبل أن يتوجهوا إلى القنوات الفضائية لعمل بلبلة، وتم طبعا القبض عليهم في إدريم في 6 أكتوبر. تكون الأخبار المسائية بمنأى عن البرلمان، أنتم لديكم عنوان البرلمان يوافق بأغلبية على استقالة سر الصيام. والله هو كان المستشار سر الصيام كان تقدم، هو طبعا من المعينين في مجلس النواب ضمن المجموعة التي تم تعيينها، فوجئوا طبعا بأن هو يعني طلب عدم الاستكمال في البرلمان، وبرغم هناك كانت بعض التدخلات من النواب للرجوع في الاستقالة، ولكن لم يرجع في استقالته، ووافق مجلس النواب اليوم على قبول استقالة المستشار سر الصيام. هناك خبر لحوادث مباحث القاهرة تعيد طفلا ليبيا مختطفا لأسرته.
والله هو طبعا ده جهود يعني برضو احنا زي ما قلنا الجانب الذي يسيء للشرطة يجب ان نقول الجانب المضيء للشرطة. يعني برضو يعني اما يكون هناك طفل ليبي يعني موجود على ارض مصر ارض الامن والامان والاستقرار، فكان من هم من الشباب من الاسر المصريه الاشقاء الليبيه الاشقاء الذين تستضيفهم مصر، قام باختطاف طفل فتمكنت مباحث القاهره الحمد لله من اعادته لاسرته بفضل الله سبحانه وتعالى. وايضا هناك بشرى ساره للشباب يعني تزفها الاخبار المسائيه في عنوانها القوى العامله تعلن عن 38,000 فرصه عمل للشباب. والله هو خبر طبعا يجب ان نسعد شبابنا، نحن كل اللي بيعمل ويتم انشاؤه من مشروعات قوميه ومشروعات كبيره الهدف كلها اللي هي توظيف الشباب، لان هو الشاب يبحث دائما عن وظيفه وعن عمل، وكل ما يتم اقامته من مشروعات عملاقه ومشروعات صغيره وكبرى ووسطى الهدف منها توظيف ابنائنا من ابناء الشعب المصري. فالقوى العامله تعلن عن 38,000 فرصه عمل للشباب ان شاء الله قريبا، بالاضافه لذلك في هناك مؤتمر حاليا يقام طبعا لاعداد الشباب للوظائف القادمه، لان هناك مشروعات قادمه باذن الله ان شاء الله بعد الانتهاء منها، فهناك مشروعات على اساس يعني عملاقة. وبالإضافة لذلك هناك دورات تدريبية ستقوم بها وزارة القوى العاملة لتدريب هؤلاء الشباب لتأهلهم لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. أرجو استمرارا لأخبار الشباب والرياضيين، ملف الرياضي ميدو وسيط مارتن يولي مدرب الأهلي الجديد بالاتفاق مع طاهر. والله هو طبعا على اساس يعني انا الصراحه برغم ان هم بيبحثوا عن مدرب اجنبي، انا ضد الصراحه مدرب اجنبي، انا واحد من الناس اتمنى استمرار زيزو لاني مدرب وطني مصري، والمبلغ الذي يحصل عليه اي مدرب اجنبي من الافضل ان يحصل عليه مدرب طبعا اجنبي وابن مصر. يعني مصر يعني وليده بنخبه من الرياضيين يمكنهم التدريب، احنا عندنا الجوهري كان يدرب برا وكان عندنا حسن شحاته كان يدرب برا، ليه يعني احنا عندنا يعني لازم نجيب اجنبي؟ يعني عندنا عقده الخواجه ليه؟ يعني ما هو أصلا ما عندي مدرب، والحمد لله حقق نتائج جميلة وجيدة طبعا في المباريات طبعا. فأتمنى الصراحة الاستمرار مع زيزو، ويعني وقفة النادي الأهلي بأنه نحن ما عندناش فلوس، كل شوية ندي دولار، إحنا ما عندناش عملة، يعني نتمنى الفلوس بتاعتنا تبقى داخل بيوتنا وأولادنا. أيضا القطب الآخر للكرة المصرية الزمالك يسعى لمواصلة صحوته على حساب زعيم الثغر. والله يعني هو دائما الناديين القطبي مصر في كرة القدم الأهلي والزمالك دائما يبحثون عن يعني زي ما تقول يعني التعاقد مع أبرز وأفضل نجوم كرة القدم، فهو طبعا يعني من حقه يسعى أن يواصل صحوته على حساب زي يعني أنه هو على أساس أنه يشوف لعيبة ويشوف يعني للأفضل حتى أن يتمكن من الفوز في مبارياته بدلا من الخسارات التي نالها في المباريات السابقة. إذا هناك الكثير والكثير من الأسرار والمعلومات والعناوين التي سوف نطلعها غدا في العدد الصادر الاثنين غدا. كان معنا اليوم من داخل مقر الأخبار المسائي الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ شهاب العلكي مدير عام تحرير الأخبار المسائي. دمتم في خير نعمة وإلى اللقاء.